وصول تعزيزات جديدة لمجاهدي هيئة تحرير الشام. بالتزامن مع قصف مستمر لميليشيا النظام على مدن وبلدات ريف إدلب، وبعد سقوط عشرات المدنيين جراء القتال المستمر بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، فيلق الشام يعلن التوصل إلى صيغة نهائية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الطرفين. عمر حذيفة الشرعي العام في فيلق الشام قال إن الاتفاق جاء بعد جلسات متتالية بين الجانبين تم خلالها التوصل إلى هدنة بشكل مؤقت لوقف الاقتتال في الشمال السوري لمدة 48 ساعة، تبدأ من الساعة 8 صباحا من صباح الجمعة وتنتهي في الوقت نفسه من صباح الأحد. وأضاف الحذيفة أنه خلال فترة الهدنة يبحث الطرفان بعض الملفات المعيقة لتثبيت وقف إطلاق النار. بدورها قالت جبهة تحرير سوريا على حسابها في تويتر أنهم توصلوا لاتفاق مع تحرير الشام بوقف الاقتتال في كافة المناطق نزولا عند رقبة فيلق الشام وضمن مساعيه لوقف تجاوزات الهيئة. مراسل أورينت نيوز في إدلب ذكر أن الاشتباكات بين الطرفين توقفت بشكل كامل ولم يسجل أي خرق بين الفصيلين. الاشتباكات بين الطرفين كانت قد شملت خلال الأيام الأخيرة ريفا حلب وإدلب وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، إضافة إلى قطع الطرقات وشل الحركة المرورية والتجارية وسط سيطرة متبادلة على المدن والبلدات. كما خرجت عدة مظاهرات تطالب تحرير الشام بالخروج من المدن ودعوات لتحييد المدنيين عن الاقتتال.